بخير عليكم، شباركم، لاباس عليكم، كي دايرين؟ نهاركم مبروك، صيامكم مبروك، ان شاء الله مقبول بالصحه والسلامه. هنايا غادي نديروا البريوات بالكفته. هذه الكفته جات واحد نص كيلو البصله، زرنين سندوتشين، قزبر ومعدنوس، هنايا الثومه وسكينجبير، هنايا عندنا الكمون، الملحه، التحميره، سكينجبير، سكينجبير هكا، سكينجبير محكوك، والثومه على بركه الله. شعلوا على المقله ديالنا، نديرو شويه د الزيت، دابا هنا غادي نرميو البصيله، دابا غادي نرميو الكنجبير، ميرو، ملحة، كمون، نحركو الكون ديالنا، سكينجبير والثومة غير شوية نسبة قليلة، هاد الماء غنديرو فيه الفيرميسيل، غير شوية منكتروش لانه خص تكون الكفته غالبه على الفيرميسيل، الفيرميسيل ما شربش الزقوه، خليوها تطبخ شويه باش تكون شاده في راسها. هذه الكفته ديالنا بغينا حبيناها، هيا راه مازال غنزيد الاخرى اللي كتحل، غنحلو بشويه بشويه. هنايا بعد ما زدنا الكفته ديالتنا، هيا ما بغيتش نكثر، بغيت ندير غير شويه بالجهد اللي يتكل وما يبقاش، حيت الا لاحظتوا في رمضان الماكله كتشد. دابا انا هادشي كنوجدو غير الناس اللي غادي يفطروا عندي اليوم. هادي الفيرميسيل بعد ما طلقناها غادي نرميوها في هاد لابتيت صوص باش تشد البنه، والسلام. وحتى اخر لحظه عاد غادي نديرو الربيع، العيني كنخلي شويه هكا الماء باش الفيرميسيل تشد الدوق والكفته تشد الدوق، حيت الكفته الا لاحظتوا باش كنعمرو كانت تكون ما مقوماش، كتكون مشكله الكفته والفيرميسيل. غنضيفو في الربيع باش الكفته تشد اللون وتلق الطيبه. انا غنخليها تتنشف خرا وحده، مي ما تخليش فيها نقطه ديال الماء باش ملي تكونوا كتقليوهم ما يتحلوش لكم في المقله. كنديروا الجهه الرطبه الفوق لتحت والجهه الحرشه للفوق، وكنقطعوا الورقه هكا طويله باش كيجيونا البريوات ديالنا مقادين هانتوما، وكتبداو تدفعوا شويه الحشوه والقنوط باش يجيونا القنانط زوينين هانتوما. هيا
وهادو البريواز ديال الكفته حتى هما القليه الاولى غنقدمها لكم. ما غاديش نعاود نقول لكم نفس الهضره لانه راه في الحقيقه قولكم اللي غادي نسجل الفيديو ولكن ما قدتش كاينين الناس غادي يكونوا الناس وداكشي ما بغيتش نصور داكشي والناس يعني. يلا الله يخليكم بارطاجيو كومونتير لايك 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 لايك.